وصل عماد جواد. عماد هم اللي موجود طبعا. اي عماد جواد نفس الاسم عالقافي. جواد وصل صار موجود. منورنا جواد، صباح الخير عليك. صباح النور. تسلم. شنو رايك بالاجواء؟ صباح الخير جواد. الشتويه معك. اليوم تمام. الشتويه ناشفه بس بارده يعني. فجأة دخل علينا الشتاء. بس بارد فجأة لأن حالنا بسيبيا بس على. بدأت أنت السكارفات مالتك تكون موجودة. حضرت. السنة بدي أغير. هو بالنسبة. أنا ما أدري بيها. هم حكوا لي عليها يعني السكارفات هاي. بالنسبة إلي هو انصدم يعني. أنا ناطر يا أخي يلا خلي يجوا يعني كل يوم بفتح الخزان بلاقي بوجي. شو كنت لبسة شو كنت لبسة؟ الصبح صيف بالليل يعني أول ما تغيب الشمس. لا والله ولا صبح صيف ولا شيء هسه صيف يعني بهذا البرد. مو شو برا؟ شوب. شوب. والله من جيت لا انت طلعتي بكير يمكن يمكن انت جاهزة فطلعت الشمس فصارت درجة حرارة يعني انه رحمة اكو شمس بالموضوع بس الجو بارد لا شك. احنا اليوم حكينا على موضوع الايجابية بالازمات يعني اكو هنا هواية ناس يكونون سلبيين اثناء الازمة فهذا يؤدي الى عدم نجاح الموضوع. اوكي شوف لك المايك انطلق. جو جواد ايجابي جدا صح. الايجابي على الصعيد الشخصي انه الواحد يقدر يساعد الناس ثانيين يقدر يكون متفائل والى اخره ولكن في ناس بيبيعوك الايجابية اللي هن تجار الأزمات مثلاً اللي بيعوا شلون يعني يبيعوك مثلاً إيجابي هاي مفتوحة. مبارح كنت عم بحضر حلقة سابقة لباسم يوسف عصيرة مصر من شوية باسم تحكو فعم يجي سيرة طبعاً إيه لأنه كان على الأقل كان يفضح شوية خزعبلات مثلاً مصر وعم تعاني من أزمة السكر مثل أحياناً العراق تمام العراق بيعاني من أزمة نفط سوريا بتعاني من أزمة خبز وما بعرف احنا بنعاني من أزمة كل شيء تمام نتيجة انه في ناس عم يتاجروا بالقصة هاي في عندنا المدى المفتوح تلاقي صحاري مفتوحة بس بده حدا يعمر فيها بتلاقي لا لازم ناس دائما تعاني الشاب يكون حلم يكون عنده بيت صح تمام هي كلها أزمات لا يتاجروا فيها فبيجي واحد مسؤول او منظومه متكامله بيجي بيبيعك لهم تمام اي بيجي بيبيعك لهم ياما كان في تبع الاستثمار تستثمر البيت ولا لانه انت عندك ازمه فاول ما تسمع الخبر بيكون يعني المبلغ اللي بيطلبوه ها في استطاعتك اذا واحد شد حيله وما انقطع حيله ففينه يوصل شباك امل تمام بالنسبه له انه بتدفع فبتلاقي بعد يوم والله فلان هرب وين هرب يعني قصدك انه ينطونا امل بس هو امل مو موجود تمام اي مجرد يزرعون الامل بينا تمام يعني انا ما بدي انزع فكره الموضوع عم تحكوه اللي هو كثير شيء مهم مساله الايجابيه للازمات ولكن انا عم بحكي عن جهه ثانيه صحيح جهه المتاجر بالازمات يعني والله قصه الاريال هاي تبع المتفجرات يعني ما بتفوت لمخ الفساد لهالمستوى هذا الجهاز جهاز كشف المتفجرات نفس هذا الجهاز اللي مليون سياره مفخخه تفوت من يمه هو مو يمه يعني مشار البليت ما يضحك يعني على فكره يقال انه هذا الجهاز يعني اخترعوه لكشف الروائح لو وحتى لما تعبر يعني ريحته طالعه على كانت المخدرات والكذا والهاي هاي يتحسسها فقط بس لما تعبر سياره بها نساء يكونوا شارين رياح يوقفهم دائما بالضبط اي غير فظاهر شغلته يوقف الرياح ما يوقف تمام اي شيء خايف يكون سونجي يعني يوقف النسوان مو يوقف بعدين نفس هالريال نفسه استعمل يعني الحلقه المبارحه بحضرها وطبعا غريبه كانت انه عم يحكوا انه هذا الريال بيكتشف الايدز ايدز بعدين انه لا الايدز والكباء وفيروس سي وما بعرف يعني افلام ولو السكري والضغط يعني هاي الريال نفسها فبعدين تذكرت يعني هالريال قديش هالحكومات ما بعرف شو واحد تسميها انه يقدر عم يتاجر بهالجهاز يطالع مليارات وبده يقعد يضحك على العقول الناس والى اخره لو هذا الاختراع ولا اقطع كلامك يعني كل شيء يكتشف الريحه يكتشفها الايدز وغيرها هاي المواضيع اللي هي اصلا يعني من باب الفكاهه يعني قالوا بس الشغله الوحيده اللي احنا جايبيه على مودها هي المتفجرات لانه وقتها بعرف انه في تقارير طلعت انه هي مثلا هي ازمه لما هي ازمه الارهاب ازمه في النهايه تمام لما ما يكون في سكر ما هي ازمه في يعني لما ما يكون هذا القصد جواد يعني دور الحكومه حالة أزمة يعني ليش دائما احنا من ازمه نطلع نفوت بازمه ثانيه ولا اخره لانه فعلا الناس الموجودين اللي يديروا القصة الناس حراميين بالمطلق يعني فاسدين لولا الفساد هذا ما كنا وصلنا للمستويات من الانحدار بشكل عام بيتاجروا فيها يعني مثلا الشيء عم يصير بسوريا بالازمه ما هي ازمه فساد بين جهتين عم يتاجروا بدم الناس يعني وواحد ما في مستثنى احد خليني اسالك انت أيه؟ على الصعيد الشخصي وماكو انسان ما مر ب
أزمة وممر به مشكلة، ويعني بس الانتقالة من بلد لآخر وتأسيس حياة جديدة وبداية من الصفر هاي وحدها هي أزمة. يا ريت تكون أزمة عاطفية تحكينا عليه شو لازم هاي. أزمة عاطفية طبعا ما في حدا ما في مرة عادي بالعكس يعني إيه. بس حاليا لا ما تخدم هاي المواضيع. لا بالعكس يعني بالعكس أسيل شوفي بالذات هاي القصة مثلا كأي شاب واحد بيمر بأزمات عاطفية 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 وعاصفية ولكن الفكرة الإيجابية بالقصة وين؟ إنه هالأزمات بتمره يعني هي مراحل بحياة الواحد تمام؟ تمر الواحد لازم يدير استفاد منها. أنت شلون تتغلب عليها يعني؟ يعني التغلب منها الواحد فعلا يستفاد منها التجربة نفسها ويعرف حاله إنه هالأزمة مرت لأنه مثلا الآخر ما لم متفقين مع بعض ما مناسب بعض. مواجهتي راح تنتهي هاي الأزمة. تمام ما راح والغالب مثلا أنا بحكي على صعيد الشخصي إنه اللي إجاني بعدين يعني بعد مثلا واحد بيمر من ازمه تنتين ثلاث ويعني فكل مرحله كانت تعطيني تخبره الى اخره الواحد بيوصل مرحله لا فعلا اللي الله كاتب لك اياه كان هو احسن بكثير لهيك بقيت القصص فشلت تمام. جواد تؤمن انت انه كل المشاكل اللي تصيبنا هي بسببنا احنا؟ لا مو كل شيء لانه في شغلات انت مو بيد الواحد يعني انت ماشي في واحد كان عم يلعب على الموبايل عم يسوق سيارته ودعس مو يعني كما هي ازمه لانه انت راح تعطل صحته يعني تمام بصراحه مو قضاء هذا هي 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 بلوى من حدا غباء الاخرين تمام هي غباء استهتار عدم احترام الحياه نفسها تمام في قصص هيك في قصص هيك اسيل يعني انت مثلا انت عم تزرعي على فرض انك بتشتغلي بالارض يعني فلما تكون في ازمه مناخيه انت عم تدفعي نتيجه الناس اللي عم تتاجر بامريكا عم تدفعي نتيجه تغيير مناخي والاخر ولكن المحاصله الواحد كيف يكون متفائل بهالازمات انه الاراده يعني أنا لازم أكون أقوى من الظروف قدر الإمكان قدر أتجاوب قدر لاقي كمان الأقران يعني مثلا أنا عم بمر بأزمة معينة لاقي ناس معي بهالأزمة نقدر نتجاوزها سوا مثلا ولازم نكون متفائلين يعني التفاؤل على الأسس السليمة صحيح طبعا ليش ما ننظر إلى الجانب الإيجابي لازم نلقى مخرج من طبعًا الأزمة ننظر الجانب الإيجابي يعني ليش ننظر للجانب السلبي دائما صحيح عبد الله ذكرت إحدى القصص يعني لشخص أو لإنسانة مرت بأزمة كبيرة جدا ما يحضرني آني اسمها اللي هي كاتبة فيلم هاري بوتر تمام كانت إنسانة فاشلة مطلقة فاقدة أولادها ما عندها أي مصروف ما عندها أي دخل يمكن يعني مشاكلها مع الأهل ما كملت تعليمها الفرص ما نطتها أنه هي تخلص تعليمها عاشت في حالة من الخوف والعزلة والانفراد نتيجة هذا العزلة والانفراد حاولت أنه تسرح بخيالها وتلقى منفذ آخر لكل المأساة اللي هي بها وكتبت فيلم هاري بوتر وأصبحت بيوم وليلة من أكبر مليونيرات العالم بل أكثر ومو صغيرة ها كبيرة بالعمر هي مو صغيرة مدى أذكر بالضبط اسمها من مشكلتها وغيرها يعني ولكن هذه شيء ملموس وهذا شيء يعني دخل بيوتنا كلنا وشفناه واحنا نقول هذا اللي كتب اللي كتب هالفيلم هذا بهالخيال هذا شنو من شيء هو انسان طلع من قمه الفشل وطلع من عنده هذا الابداع اسيل هالفكره الفرق بين الانسان اي حدا ناجح مستحيل حدا ناجح تلاقيه كان فاق وتلاقى حاله ناجح الا يكون مرق بظروف صعبه لو حدا غيره مرق فيها كان انكسر ولكن هو ما بينكسر بيتابع يعني والضرب اللي ما يعني اللي ما بتكسر تقوي تمام اكو اغنيه اللي مال راشد الماجد ما بينكسر صابر صحيح تمام فشوف حتى الاغاني كمان يعني بتساعدك انها هاي تساعد كلش انت مار مشكله طبعا الامل والاراده والقوه يعني الفكره انه مثلا اللي بينجح بمدرسته اكيد مو لانه ابوه غني لا لانه هو عم يدرس وعم يتعب وفعلا الوقت اللي كان فاته كل مجتهد نصيب تمام بيقضوه بالنوم واللعب هو كان يقضيه بالدراسه والاجتهاد هي اقل مثال يعني اللي الاف الطلاب اللي عم تعن تمام الاجتهاد هذا بيخليك توصل لمرحله تقدر تتجاوز فيها الازمات اللي انت فيها تفضل شو رايك تحكينا على رسمتك اليوم عن شنو راح تكون هي عن تجار الازمه حيكون شيء ما حكينا بيها مين لو موضوع ما بعرف يعني اذا حتكون بعدك مفكر لا بنشوفها بنحكي هو طبعاً يعني موضوع كبير ويتحمل حكي ومناقشة كثيرة ولكن أنت حتتناوله من زاوية أخرى من زاوية الناس اللي تبيع الآمال والأحلام طبعاً وتبيع طبعاً لك التفاؤل تستغل الأزمة اللي أنت بيها صح؟ أي أزمة يعني بس يكون في كلمة أزمة عارف أنه بال بال بالكواليس في ناس عم تجاوز طبعاً أكيد بالفعل أكيد. يلا
مثل ما قلت لك شوي ما في أزمة الأزمة. ما في أزمة إلا وراها ناس تستفاد منها ومصائب وقوم عند قوم فوائد صحيح. فيبدو من زمان يعني القصة موجودة. خلينا نشوفها ناخذها على الكاميرا مخرجنا. طبعا احنا يعني ضغطنا عليك بالوقت فما صار عندك مجال تلون. لا لا لانه الوضع اسود فخليه معلش ابيض واسود. اها هو ابيض هي ازمه تمام يبيض يسود. هاي في شيء مثل ازمه فقاعه هي او في لانه يعني كمان الازمات هي فقاعات دائما بتلاقي في ازمه بتروح وحده بتجي فجاه بتلاقي حالك بازمه. بس فقاعه على شكل بقره منفوخه. تمام البقرة لأنه يعني كأنه فلان عم يحلبها مثل بقرة. ممكن نحلبها طبعا. بقرة يقول رمزها خير يعني. تمام. أي طبعا. ما في واحد يستغلها تمام. فمشوف في شخص لئيم بينت لئيم قاعد تحت. يحلب هالأزمة ويطلع منها دولارات. صح. فهي فكرة جدا. فدائما يعني مقابل قطع الكهرباء ومعبي طبعا لسه الايام يعني وفي ازمات يعني جديدة على الفكرة يعني بعد دام ازمة الباصات تلاقي التكاسي بيشتغلوا يعني انت ملاحظ فشي كل ما ندخل ازمة نطلع منها محضرين هم ازمة ثانية بالفعل تحس انهم يقولون لهون الشعب يعني هاي الازمات حتى ينتهون بالفساد اللي هم بيه يعني طبعا دائما في 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 حتى في شيء شائع بين مجتمعاتنا انه دائما الحكومات ما بدها اياك تكون مرتاح يعني بس ما تريد الشعوب يكون مرتاح بينما مثلا بغير الدول لما يكون في الحكومات كل فتره في انتخابات في قصص فتلاقي الموضوع بيختلف لانه الحكومه تقدم خدمات يعني خدمات احسن من الخدمات تلاقي انه مواردهم اقل ولكن خدماتهم اكثر فالناس بترجع تنتخبهم مره ثانيه وثالثه يعني بالفعل عاشت ايدك جواد وفكره جميله وغريبه ما تخيلتها انا توقعت غير شيء حتكون أنت بس تحكي عن الأزمة في دغري بروح ويعني وكنا ضايقيها وكنا عايشيها ودن يعني ودن يعني عيشها بشكل أكثر يومي يعني أكثر أحسن مخرج من الأزمات أول شيء نعرف شو سبب الأزمة هي مو من سببها ومين استمر فيها مو معقول أنا مثلاً صلي عشر سنين عم جرب مثلاً هذا الشخص اللي أنا معتمد عليه وعم عم يفشل ويفشلني معه هو عم يزداد عم يفشل بمهمته هو عم يزداد ثراء ولحما وباجة ونحن نأكل هوايا شكرا جواد اكيد نورتنا اليوم ودائما افكارك تكون تختلف عن الافكار احنا قلناها نورتنا نشوفك ان شاء الله في حلقات جايه اكيد